تذكروني بعد طول زماني وتقلب الأيام والحدثان. فأنا ابن شداد الذي بلغ الورى والأرض أجمعها بكل مكان. دانت لي الزمر الصعب بأسرها والشام من مصر إلى عدنان. قد كنت في عز أذل ملوكها وتخاف أهل الأرض من سلطان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من قصة الناس الذين ذهبوا لاستكشاف المرضى الذين حبسهم النبي سليمان عليه السلام. تجدون رابط الجزء الأول في وصف هذا الفيديو وأيضا كما يظهر الآن في أعلى الشاشة. تابعونا. توقفنا في الجزء الأول عند الشخصيات الرئيسية في القصة. فالشخصيات الرئيسية في القصة هم موسى بن نصير وعبد الصمد بن عبد القدوس الذي هو الدليل وطالب بن سهل. وأول ما بدأت الرحلة موسى بن النصير حب يستفسر من الدليل، أي أنه يريد أن يعرف منه معلومات عن الرحلة، أين ذاهبين وكم المدة الذي سوف نقضيها في الطريق وإلى آخر ما هنالك. فبدأ الدليل يتحدث إلى موسى وإلى طالب ويقول لهم سنمشي مسيرة عامين، يعني سوف نمشي مسيرة سنتين، والطريق الذي سوف نسلكه مليء بالصعاب والمغامرات، وسنخوض في أرض العجائب والغرائب وكلها طرق وعرة ومسالكها صغيرة يجب أن تتحملوا. فقالوا له عجائب وغرائب. إذن توكلنا على الله. وبينما هم في الطريق بدأ موسى يسأل الدليل، يقول له المكان الذي نحن ذاهبون إليه هل هناك أحد من الملوك قبلنا قد ذهب إليه؟ فقال له نعم، أصلا المكان الذي نحن ذاهبون إليه هو لملك الإسكندرية دار الرومي. المهم في رحلتهم كانوا يمشون بالقرب من البحر إلى أن وصلوا إلى قصر ضخم جدا، وهذا القصر عبرة لمن اعتبر، فهو قصر ضخم وكبير جدا. فقربوا من هذا القصر ووصلوا إلى عند الباب ووجدوه مفتوح، ففتحوا الباب ودخلوا، وأول ما رأوا درج عظيم كان من الرخام الذي لا يوجد أجمل منه، وسقف القصر مطرز من الذهب الأحمر، وعند مدخل هذا القصر يوجد لوح مكتوب عليه كلام باللغة اليونانية. فنظر إلى الكلام موسى بن نصير وقال للدليل اقرأ لنا ما فيه، وطلع هذا الكلام شعر باللغة اليونانية، فبدأ يترجمه لموسى بن نصير. قوم تراهم بعدما صنعوا يبكى على الملك الذي نزعوا، فالقصر منتهى الخبر عن سادة في التراب قد جمعوا. المهم أكملوا مسيرهم في القصر وبدأوا يتفحصوا وينظرون إلى التحف الجميلة الموجودة، إلى أن وجدوا قبة داخل القصر بها 8 أبواب، كل باب مصنوع من خشب الصندل ومضروب بمسامير من ذهب. فدخلوا داخل القبة ووجدوا قبر طويل هائل المنظر، وبجانب القبر يوجد لوح من الحديد مكتوب عليه كلام طويل. فموسى بن النصير قال للدليل اقرأ لنا ماذا مكتوب هنا، وكان فيه كلام قوي جدا ويلامس القلب. فبدأ يقرأ الذي مكتوب في هذا اللوح، وكان مكتوب فيه بسم الله الأبدي الأبد، بسم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم ذي العزة والجبروت، بسم الحي الذي لا يموت. أما بعد أيها الواصل إلى هذا المكان اعتبر بما تراه من حوادث الأزمان وطوارق الحبسان، وكلام كثير جدا فيه مواعظ وعبر، ولكن وصل إلى نقطة في القراءة كانت صادمة. فأنا ملكت 4000 حصان أحمر، وتزوجت 1000 بنت من بنات الملوك، نواهد بكار كأنهن الأقمار، ورزقت 1000 ولد كأنهن الليوث العوابس، وعشت 1000 سنة منعم البال والأسرار، وجمعت من المال ما يعجز عنه ملوك الأقطار، فكان ظني بنعيم بلا زوال حتى نزل علي هادم اللذات، ويقصد بهادم اللذات الموت. فإن سألت عني فأنا كوش بن شداد بن عاد الأكبر، يعني القبر هذا لكوش بن شداد بن عاد. وأيضا كان كاتب أبيات شعرية جميلة جدا يقول فيها إن تذكروني بعد طول زماني وتقلب الأيام والحدثان. فأنا بن شداد الذي بلغ الورى والأرض أجمعها بكل مكان، دانت لي الزمر الصعب بأسرها والشام من مصر إلى عدنان. قد كنت في عز أذل ملوكها وتخاف أهل الأرض من سلطان. وكملوا تفحصهم للقصر وجدوا مائدة ضخمة مصنوعة من الذهب والمجوهرات، وأيضا مكتوب عليها وصف قد أكل على هذه المائدة 1000 ملك أعور،
وألف ملك سليم العينين، كلهم فارقوا الدنيا وسكنوا الأرماس والقبور، وبعد تفحص طويل للقصر لم يجدوا فيه شيء فخرجوا منه وأكملوا مسيرهم. ونكمل معكم بقية القصة في الجزء الثالث، فيها أحداث شيقة جدا، تابعوها، اختصرنا عليكم حتى لا نطيل الحلقة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تجدون رابط الجزء الثالث في وصف هذا الفيديو أول ما يتم إنزال الفيديو غدا إن شاء الله، تابعونا.